السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أهلا وسهلا فيكم، يسعد لي جميع أوقاتكم. اليوم رح نعمل مع بعض كعكة صيفية جدا لذيذة وطيبة ومغذية، والكل بحبها طبعا. أطيب شيء مع فنجان الشاي، طبعا النوع من أنواع الكيك على الصبح. طبعا هون ضفنا 4 حبات من البيض، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ضفت لهم كمان ملعقة كبيرة من الفانيلا، لأنه لازم نضيف الفانيلا للبيض علشان ما تترك أي زنخة. ضفنا هون مقدار كوب من السكر الحبيبات، بشوف مقدار كوب أو كوب إلا ربع جدا مناسب للكيك، بيعطيها طعم طيب. طبعا هلأ هون رح نذوب السكر مع البيض والفانيلا، رح نضيف كمان بعد ما نذوب السكر والبيض يفتح شوية كمان مكون اللي هو الحليب. الحليب طيب مع الكيك، بحسه أطيب من ما تضيفه بس مية، بيعطيه هيك قوام وبيعطيه طعم كثير طيب. ضفنا هون كاسة من الحليب. بالنسبة للمواد السائلة بالكيك بترجع لكم، بتحبوا تضيفوا حليب، بتحبوا تضيفوا عصير، بتحبوا تضيفوا مية، أو مثلا سيفنب زي ما أنتوا بتحبوا. بس أنا في الكيكة هاي النوعية أنا حبيت أضيف كاسة من الحليب. ضفنا كمان نص كاسة من زيت نباتي. بنستمر بالخفق طبعا، وهلأ بنضيف عليهم 2 كوب من الطحين الأبيض. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد مشان الله يبارك فينا وفي صحتنا وفي عافيتنا وفي أولادنا وفي رزقنا. طبعا هلأ هنا بنخفق الطحين مع الخليط لبين ما يصير عنا قوام الكيك. نستمر طبعا بالخفق. طبعا بعد ما أخفق الطحين منيح رح أضيف آخر شيء، بضيف تقريبا 2 ملاعق صغار من البيكنج باودر أو 1 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. نستمر بالخفق لبين ما نتأكد أنه كل طحين انخفق معنا. طبعا هلأ رح ألم الأطراف، الطحين اللي على الأطراف رح ألمه بالسباتشولا علشان ينخفق معنا، نتأكد أنه انخفق كمان ما نترك أي أثر على الصحن. فعلا هاي السباتشولا مثل السحر طبعا للمخبوزات وللكيك، جدا ما بتخلي اي شيء، وبتساعد كمان لما نسكب الكيك او العجين بتساعد على تنظيف الصحن. طبعا هلا خفقنا الخليط، وهلا رح اضيف هنا 2 ملعقة صغار من البيكنج باودر. ضفنا البيكنج باودر، رح نخفقه منيح مع الخليط، وهيك بصير عنا الخليط جاهز. طبعا انا راح اكتب لكم جميع المقادير في صندوق الوصف، بكتبها بالعربي وبالانجليزي، فيكم تدخلوا على صندوق الوصف وتشوفوا المقادير. كيكة جدا لذيذة. طبعا راح اضيف على الكيكة بعد ما اسكبها بالكالب اللي راح نعملها فيه، فيكم تعملوها باي صينية باي كالب انتو بتحبوه مفضل عندكم. رح نضيف عليها شوية فواكه. الفواكه اللي رح أضيفها رح تكون عبارة عن البلوبري اللي هو تتوت البري الأزرق، وعندي كمان خوخ مفرز، والبلوبري طبعا مفرز عندي موجود، وعندي كمان موز. طبعا أنا استخدمت الفواكه الموجودة عندي بالبيت، فيكم تستخدموا أي نوع فاكهة. جبت هون البلوبري التوت البري مع البيتشيز او الخوخ، ضفت عليهم رشة من الطحين علشان لما اضيفهم على الكيك الطحين بيساعد ان الفاكهة ما تنزل للاسفل للقاع، فبتضل هيك بالوسط يعني او على الوجه شوي. طبعا ندهن الكالب بالزبدة وشوية زيت، الكالب اللي نخبز اللي بدنا نخبز الكيكة فيه طبعا، وبنحمل الفرن على درجة حرارة 350، نخبزها من بين 35 دقيقة ل 45 دقيقة على 350 درجة فهرنهايت. طبعا هون رشينا الكالب بشوية طحين
بعد ما دهناه بالزبدة والزيت، وهنا ضفنا خليط الكيك في القالب اللي رح نعمل الكيكة فيه نغمسها فيه. حبايبي ما تنسوني من لايكاتكم، شير لايك وسبسكرايب إذا عجبكم الفيديو، عجبتكم الكيكة. طبعا هون ضفنا خليط الكيك، وهلا طبعا راح أضيف عليهم الفواكه اللي حضرناها. هون بنقطع حبة الموز، الموز كثير طيب بالفواكه برضو. ضفنا الفواكه على الوجه، طبعا هلا هي شوي شوية بس بمجرد ما أحطها بالفرن راح تهبط الفواكه شوية، يعني تكون هيك بالوسط يعني، وإشي منها راح يكون برضو ظاهر. الطحين بيساعد على الفواكه لما نضيفها على الكيك إنها ما تهبط للأسفل. رشة بسيطة من الطحين، وطبعا هيك صارت كيكتنا جاهزة إنا ندخلها الفرن. ما شاء الله كيكة جدا سهلة، مكوناتها سهلة وموجودة بكل بيت دايما، يعني كل بيت حتى لو بتحطوا نوع واحد من الفواكه مثلا تفاح بتقطعوه بترشوا عليه رشة من القرفة وبتضيفوه على الكيكة بيعطي طعم كثير رائع. طبعا هيك صارت جاهزة إنا ندخلها الفرن. شوفوا ما شاء الله دخلناها الفرن بعد ما مضى عليها تقريبا مدة 35 دقيقة. طبعا رح اختبرها بالعود الخشبي اشوف اذا طلع العود نظيف معناه بتكون جاهزة اني اطلعها من الفرن. اذا طلع لساته في عليه عالق عليه من الكيك، لساته عالق عليه من الكيك، بتركها كمان مدة 10 دقائق. طبعا انا بعد 10 دقائق طلعتها، الوجه تحمر من حاله ما انا ما شغلت الشواية. شوف كيف هيك العود طلع نظيف، معناه الكيكة مستوية وجاهزة. تركتها تبرد يعني مدة 10 دقائق، وبعدين قلبتها بالكيك، عفوا قلبتها على الصحن، وراح أقلبها على الجهة الثانية كمان بواسطة كمان صحن. اللهم صل على سيدنا محمد وآله أجمعين. ما شاء الله ريحة البيت وريحة الكيك بتشهي، دائما الكيك البيتي طعمه مميز ورائحته مميزة، سبحان الله. دائما كل شيء بالبيت بكون طعمه غير شكل. وهيك صارت عنا تقريبا جاهزة إنه نقدمها. رح أرش عليها رشة، طبعا هذا اختياري من السكر الناعم، بس بيعطيها الشكل وبيعطيها هيك طعم برضو طيب. حبايبي بتمنى وصفتنا تكون عجبتكم وتكونوا حبيتوها واستمتعتوا فيها، ودائما زي ما انا بحكي لكم استنوني بفيديوهات ووصفات جديدة. طبعا هنا رح اقطع قطعة معاكم نشوف كيف طلعت قوامها. هي طيبة لما بتكون باردة، يعني هي طبعا بردت بس مش البرودة اللي انا بدي اياها، بتكون اطيب لما بنتركها تقريبا ساعة قبل ما نقدمها. هيك القوام بكون أحسن وبتكون طعمها ما بيتفتفت وطعمها كثير بكون طيب. ما شاء الله شوفوا لي هالجمال، جدا كانت طيبة ولذيذة. طبعا أنا ما فيها اللي أذوقها، طبعا كمان كان جايين ضيوف قدمت منها وكثير حبوها وانبسطوا فيها. كمان شوية هيك جملنا الصحن بشوية سكر ناعم. طبعا اكيد هلا رح نتذوقها معاكم ونشوف كيف طعمها، يعني ما شاء الله من ريحتها الطعم اكيد مبين وبيحكي وبيتكلم، وجدا شوفوا لي هالمنظر، جدا منظر رائع ما شاء الله. طعم كان طيب وجميل واطيب شيء على الفطور بوقت الصباح او لما يعني بعد الغداء، احلى تحلاية حبايبي. لهون رح أختم الفيديو، شكرا لكم لمتابعتكم، استنوني بوصفات وفيديوهات جديدة، ودايما بحبكم في الله ورح أترككم لهون، وباي باي.